فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون أضل أبنائي الطلاب أهلا بكم في مركزكم أهلا بكم في هذا مركز الأخوة مركز النجاة مركز الصفاء مركز البناء مركز صيفي لكل أبناء الساحل لدينا 8 مديريات 4 مديريات موجودة في هذا المركز مركز المخاء وهما مركز المخاء وذواب والوازعية وموزع طبعا المركز الآخر في الخوخة سبق أن عملنا عدة أمسيات وأنتم كل ليلة وتعملون أمسية أتمنى أن احنا نستقل هذا المركز استقلال تام ونحقق الهدف من إقامته وهو الأخوة أولا والتوعية الصادقة لبناء وطن ثانيا والاستفادة من المهارات التي تكتسبونها رياضيا وثقافيا وعلميا وأن يستكمل هذا المركز ونحن نتمنى أن يبقى أشهر وليس أسابيع نتمنى لكم الاستمرارية بكل اجتهاد وأيضا بكل استكمالا للبرنامج الذي أعد قبل فتحه هذا مركزكم وهذا مدرستكم وهذا المخا فتح صدرها في مدرسة الزهراء بقيادة كوكبة تربوية رائعة واثق من أن الهدف سوف يتحقق أتمنى أن نستفيد من ذلك طبعا هذا المركز بقيم برعاية دائرة الشباب والطلاب بالمؤتمر الشعبي العام وبرعاية قيادة المقاومة الوطنية طبعا وتحت إشراف العميد طارق محمد عبد الله صالح وبأمانة شكرا لكم وبأمانة يتابع المراكز أولا بأول النموذج الذي يريد تطبيقه في اليمن النموذج الإيراني وهذه هذا لما احنا نقول مثلا عمر الإيراني انه كذا ليس مجرد نكاية سياسية لعدونا ولا نكاية إعلامية هذا أمر حقيقي ولما تكبر إن شاء الله ولو وقعت بينكم بعض الملازم وقرأتموها ستجد كم هذه الملازم ذكر للخميني والإيران وبالمناسبة ليس فقط إشادة من بعيد بل بدر الدين الحوثي أبو حسين عاش في إيران كثير من الوقت وأيضا حسين نفس الكلام فتأثروا من النموذج الإيراني إذا النموذج الإيراني هذا هو الذي يجب أن يطبق في كل مكان وفي اليمن بالذات هذا النموذج الإيراني هو الذي يصبح من يحكم إيران؟ قال الذي يحكم الخميني إذا ليش صفات الخميني؟ قال صفاته أنه أولاً
شيعي 12، والشيء الثاني ان والد الامام علي هذه معايير الهيه. فنحن نتحدث انه تسمع انه والد ايراني مالك، هذه مساله لا جدال فيها، لا خلاف. ولو بلاش يا اخي، شوف وسائل اعلامهم، شوف وسائل، شوف مثلا وكاله سبا اللي سيطروا عليها، شوف قناه المسيره، شوف اخبارهم قصه عن ايران. قال المرشد خامنئي، قال حسن روحاني، قال مش عارف من هذا النموذج، هذا عندهم النموذج الاول. الاول نفيادات القوات المشتركة المرابطة، ومن تسمية القوات المشتركة المرابطين في جبهات القتال. ونحب أن نهدي لهم هذه الأغنية التي يقدمها فناننا القدير الوطني والثائر محمد الوديع.
ظلوا وما زالوا يحمون بيتنا وبوابتنا الجنوبية علامة التاريخ. تذكروا هذا الكلام جيدا، أنتم حراس أمناء لنا، نحن نركض نذهب إلى بيوتنا ننام، لكن أنتم أعينكم متفتحة إلى أي غازي، إلى أي أجنبي، إلى أي غريب يأتي ييقظنا من نومنا. أباءكم أنتم ستتحملون هذه المسؤولية، ولن تتحملوا هذه المسؤولية فقط لأنتم أباءكم ربما توارثتموها ولن تدروا بذلك، يتوارثها الناس ولا يعرفون بقيمة التاريخية والحضارية والنضالية. فعز ظلت وحد متوحجة، شعلة متوحجة ضد الإمامة والكهنوتية. جيل انتقل بحكم علاقاته مع الماضي والحاضر والمستقبل لا يستطيع أن يعيش داخل قمقم مظلم. أنا مع الطفل هذا الشاب الحر الذي دخل يرقص هذه الرقصة. أنا فرح نفسي، شعرت أننا نصارع صراع حضاري ضد الحوثي المتخلف الكهنوتي الملي بالقمل والكتل والذي سموه عدو الصابون. سموا الحوثي عدو الصابون لأنه لا يريد أن يتغسل، كل وسخ عقله وتفكيره وجسده. وشعرت طالما في أطفال من أمثالنا هؤلاء الأطفال الذين قاموا يرقصون يتحدون الحوثي وفكره متخلف، أنة العقل ننطلق إلى آفاق المستقبل الجديد، إلى آفاق مستقبل سعيد، نحلق مع العالم، نحن مع تواصل حضاري، لابد نعيش مع العالم بمتغيراته، لن نعود إلى زمان الماضي البغير، زمان الأئمة، زمان تكبيل الأقدام، لن تعودوا عبيد، لن نسمح. قولوا يا شباب، إذا احنا دكتور، ضابط، عسكري، تربوي، كلنا جينا إلى إيش؟ رقابنا لي من أجلكم، ودفعنا من يوم تحت المخا، ونحن نقدم خيرة الشباب من أجلكم، لن نسمح لكائن من كان أن يستعبدكم، لن نسمح لكائن من كان أن يذلكم، لن نسمح لكائن من كان أن يمنعكم من حقكم في التعليم، ارفعوا رؤوسكم للسماء، وثقوا ثقة عالية. إننا طالما يقودنا طالب محمد عبد الله صالح سننتصر، سننتصر سننتصر للنظام الجمهوري ولأهلنا في صنعاء ولأهلنا في صعدة. لن نسمح لهم بتلغيم أفكار أولادنا ولنسائنا. لن تصبح أختي خدامة في بيت واحد حوثي ولا أمي تشعت من بيت واحد حوثي أخذك عيني وعين أبوه. خذوا هكذا أنتم أحرار. والآن مع كلمة الدكتور القدير والذي تابعناه في جميع مقابلاته وأحسسنا فيه الوطنية والثقة وأعاد إليها بسمتها وثقتها ورونقها، مع الدكتور عبد الرحمن ناجي بعنوان هدف الخلاص الوطني، هدف معركة الخلاص الوطني، فليتفضل. أنتم كل واحد منكم هدف لمعركة الخلاص الوطني. كيف؟ كل واحد منكم، أنتم صغار ابناءنا، هذه البراعم الجميلة، هذه القلوب الطاهرة، هذه الوجوه الرضية، هؤلاء الشباب الذين هم عماد المستقبل. أنتم الآن أبناء صغار، 10 سنوات، 15 سنة قادمة منكم من سيكون الطبيب، ومنكم من سيكون المهندس، ومنكم من سيكون المحاضر في الجامعة، ومنكم من سيكون المدرس، ومنكم ستبنى اليمن مجددا بإذن الله سبحانه وتعالى. يستشعر كل واحد مننا بهذا الأمر، ويستشعر أنه هذه التضحيات وهؤلاء الجنود وهؤلاء الشهداء الذين يقدمون أرواحهم وهؤلاء الجرحى الذين نتمنى من الله أن يعجل بشفائهم، هؤلاء يبذلون أرواحهم رخيصة من أجل أن تكون أنت ابني، جميع أبناء الموجودين هنا ينعمون بالأمن، ينعمون بالسلام، بدون حروب، بدون مشاكل، يتلقون الدين الإسلامي الحنيف كما أنزله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا موطني أحبك سكن قلبي، ما هذا السبب يا قلب نادى اليمن أمي؟
أمي من الأزمان ما يغدر عدوان، شعارها في القلب وإحنا لها عنوان، في مركز الصيفي أكلها وأتعلم، حب الوطن معنا ذكرى سعيد، زعيمنا صالح ناظر واستشهد، أسست لها تاريخ عالي على المريخ، نشاطاً رياضياً يعافي البدن وتوعية ثقافية وتشهد الأذهان، لا فكر مخلوط بعد اليوم ولا شعارات الحوثي المغرور. وقد حرصت في هذه المناسبة أن نتحدث، ما دام تحدث الشيب القبلي بشع، لابد أن نحلي هذه الأمسية ولو بمقطوعة من الشع. منذ قد كتبتها على المؤتمر الشعبي العام في وفد سابق بعنوان المؤتمر صمام أمنك يا يمن. المؤتمر صمام أمنك يا يمن حزب البناء والحرية والوحدة بقيادة الصالح علي المؤتمر ورجالها الأبطال وقت الشدة من عمروا وبنى المواطن والوطن وأوجد الأمن والجيوش والنجدة وأوصل الطرقات لا داخل عدن لا حوف والبيضاء وعب وصعدة وأخرج البترول والغسل زمن محدود حسب الوعد وحسب المدة والجامعات قد أنجزت بغلاف من كم يا مشاريع شيد في عهده عاش الجميع بأمان ما حد مرتهن أو معتقل بالسجن بتهمة ضطة. هذا هو الحزب القوي وقت المحن من واجه الطغيان وقت الردة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قوي اليمن وإلا بلاد قلبي مولع بالحلا والجمال والغالي يستاهل قطيعة هذه يمنا زادها الله جمال ضايق على الدنيا الوسيعة والوحدة اليمنية الخالدة والجسور والطرقات والمدارس والجامعات والمستشفيات، كما أسس الزعيم صالح حزب المؤتمر الشعبي العام الحزب الرائد الذي احتضن كل اليمنيين في 24 أغسطس 1982. استشهد الزعيم صالح على أيدي السلاليين الحوثيين في 4 ديسمبر 2017. رحم الله الشهيد الصالح ولا عزاء الحاقدين وأمراض النفوس. والسلام عليكم ورحمة الله.